السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد جوج طرق او لجوج عمارات ديال لا كريب بلا داند بطرق مختلفه. كما كتشوفوا معايا راه كيجيو هائلين في المنظر وحتى في المذاق. وجدوهم هكا العشاء او حتى الوليدات اللي كيتغداو في ليكول. انا ما كنستغناش عليهم بصراحه، في رمضان كنديرهم بزاف، كيجيو زوينين. وقبل ما ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير، كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى الجيم ديالكم، سواء الناس ديال المغرب او لا البنات من الجزائر. شكرا لكم بزاف بزاف. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ديال لاكريب. اول حاجه غنبداو بها هنا هما المقادير ديال لاكريب. غنديروا غير واحد بحال عجين سائل، فيه جوج كيسان ديال الحليب، جوج كيسان ديال الدقيق الفورص، شويه ديال البودره ديال الثوم، جوج بيضات، جوج معالق كبارين ديال الزيت الروميه ولا البلديه ولا حتى الزبده دايبه، ماشي مشكل اللي بغيتو ديروه. هنا درت انا غير الزيت، شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، وواحد جوج فرماجات مثلثين ولا فرماج حمار ولا ما ديروش كاع، ماشي مشكل ما بغيتوش ديروا الفرماج. صافي غادي ندوز دابا باش غادي نصايب لا كريب. غادي نديرهم انا غير هنايا في هذا الميكسور بلونجون، ممكن ديروهم حتى في المولينكس اللي متوفر عندكم واستعملوه. غادي ندير جوج كيسان ديال الحليب، غادي ندير جوج بيضات، شوية ديال البزار، شويه ديال الملحه اللي كيبغي الحاره درت شويه ديال الهريسه ولا السودانيه، شويه ديال البودره ديال الثوم، جوج ديال الفرماجات اولا كما قلت لكم، شويه ديال الفرماج احمر محكوك، صافي غادي نطحن هادشي. ومن بعد غيبقى لي غير الدقيق، غادي نضيفه هو الاخير. هنايا غادي نضيف دابا جوج معالق ديال الزيت اولا الزبده دايبه، صافي غادي نزيد الكيسان ديالي ديال الدقيق جوج، غندير الاول ونخلط وعاد نعاود نزيد الثاني. صافي من بعد ما طحنتو مزيان، خويت هنايا النص ديالو في هاد القراعي هادو ديال كيتباعو هكذا، ولا ممكن تاخدو غير ديال المايونيز الا تقادات عندكم ولا ديال لاموطاط. ما عندكمش خدو غير قرعه صغيره وتقبوها من الراس. والنص درت خليته هنايا باش غنديرو جوج شكيلات ان شاء الله ديال لاكريب. صافي انا من بعد ما كتسخن لنا المقله، كنجيبو هاد القراعه اللي درنا في هذاك الخليط وكنديروها كحركه دائريه عشوائيين، المهم اننا ياخذوا هذا الشكل هذا. في نفس الوقت ما نخليوش فراغات كبارين باش ما تخرج ليناش الحشوه، يعني كتبان لكم بحال غادي تجي بحال غادي تجي صعيبه ولا فيها الخدمه، وهي راه دغيا دغيا راه تشد يديكم شويه لعبه بحال هكا. كنحاول ما نخليش الفراغات كبار، صافي نخليها تطيب حتى نحس بها تحمرات ونقلبها. Thank you.
بالنسبه للحشوه غادي نستعمل غير لادانت، غادي نقسمو على جوج باش ندير جوج طرق ديال الطياب ديالو. هنايا غادي ندير واحد شويه ديال الزويته بلديه مع بصله مشلطه مزيان، صافي. بعد ما تحرات ليا البصيله هبطت واحد شويه، غادي نزيد هنايا طريفات ديال لادان قطعينها كصغار، ممكن ديروا دجاج ممكن ديروا حتى الكفته، المهم الحشوه كتبقى اختياريه، ديروا لي موجود في الدار ولا اللي كتفضلوا. انا درت غير لادان طريفات، غادي نديروا شويه ديال السكينجبير، ملحة، شوية ديال البزار، ثوم بودر، شوية ديال القزبور ياس، هناك اللي كيبغي الحار ممكن يدير حتى شوية ديال الهريسة، هنا غادي ندير قياس واحد المعلقه كبيره ديال الصوجه، واحد شويه الصوجه كتجي زوينه بزاف كتواتى مع المذاق ديال الدجاج، درتو في هاد الوصفات هكا اللي كنعمر الحشوات. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الموطاط، صافي. ونحرك هكا ونخليهم يطيبوا على عافيه مجهده شويه باش الدجاج ما يطلقش ليا الماء ويطيب. صافي هنايا من بعد ما طاب ليا لادان ديالي قبل ما نطفي، غادي نزيد واحد شويه ديال الفرماج حمر، هذا كيبقى اختيار الا بغيتو ديرو، غير شويه. صافي نحرك مزيان ونطفي عليه وندوزو باش نوجدو الحشوه الاخرى اللي هي بلادان. صافي هنا في نفس المقله فاش حيدت الحشوه اللي صايبت في الاول، غادي نعاود ندير واحد البصيله مشلطه، شويه ديال الزيت، انا كنطيب بالزيت البلديه. صافي انا بعد ما تشحرات ليا البصله مزيان، غادي ندير الكميه الاخرى ديال لادان. كما قلت لكم دائما العافيه تكون مجهده سواء على الدجاج او لادان باش ما يطلقش لينا الماء. كنضيف هنا ملحه، شويه ديال البزار، سكينجبير، نزيدو واحد شويه ديال الخرقوم على حساب اللون، بودره ديال الثوم. صافي كنخلط مزيان وكنخليه يطيب، ملي كيطيب ليا باش يجي شويه معلق انا غادي نضيف ليه كريمه ديال الطبخ. إذا كانت موجودة تستعملوها هي، ما كانش موجودة ممكن ديرو حتى دانون مسكوس، هاد جوج معالق كبار أولا ثلاثة ديال دانون مسكوس. صافي أنا غادي نخليه يطيب شوية وعاد نزيد لاكريم فريش. صافي هنايا من بعد ما طاب ليا لادان ديالي، غادي نعاود نستعمل هادي اللي كتبان لكم شحال هدا كنستعمل، هالطا لاكريم فريش، غادي نزيد واحد شوية. صافي غير كتشحر واحد شويه وكنطفي عليه ونخلي الحشوه ديالنا يبردوا بجوج وندوزو باش نعمروا لا كريب اللي وجدنا من قبل. صافي هنا من بعد ما بردوا لا كريب ديالي، كما شفتوا راه الكميه الاخرى اللي ما درتش في القرعه درتها غير كريب عاديين هكا، وهذوك اللي درتهم في القرعه هما كيف كيجيو، كيجيو زوينين غير هكا فكره تبدلوا بها شويه الديكور ديال لاكريب. صافي دابا غادي ندوز باش نعمرهم. غادي ناخذ الكريب بحال هكا، نبدا بالحشوه اللي درت فيها لاكريم فريش، غادي نديرو الكميه اللي بغينا على حسب المقله واش كتخرج لينا لاكريب كبار ولا صغار ولا شنو كيبغي. انا هادو عندي صغارين،
صافي كندير عليهم فرماج ساندويتش صافي وكنطوي بحال هكا. انا هادو ما طيبتهمش بزاف حيت غادي ندوزهم في لاباري ديال البانيني. غادي نكمل هاد لا كريب اللي عندي بهاد الطريقه هذه حتى نكمل الحشوه وندوز نعمر الاخرين حتى هما. بالنسبه للشكل الاخر ديال لا كريب هنا خديت واحد شويه ديال الفرماج احمر غير شويه نديروه سوا قبل اولا حتى نديرو الحشوه. المهم غادي نديرو واحد شويه ديال الحشوه صافي غادي نطويوها على شكل بحال ما نديرو لا سيجار ولا لانان. تجي بحال هذا الشكل هذا راه ما غيبقاوش مرخيين حيت هادو غادي ندخلهم نديرهم في الطاو وندخلهم للفران يشدوا راسهم واحد شويه ويذوب الفرماج عاد باش نخرجهم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال لا كريب ديالنا اللي وجدنا. كما كتشوفوا راه كيجيو زوينين ان شاء الله تجربوهم على حسابي راه كيجيو زوينين البنات. هادو لا كريب اللي درت في الآلة ديال البانيني. شكرا على المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بالسلامه عليكم.